غامض ومثير، جميل ونادر، كبير وصغير. البقاء للأقوى في عالم تكاد لا تراها. في أحلك ظلمات هناك بصيص حياة، الفردوس المفقود. في امتداد الصحراء الجزائرية اللامتناهي تتجلى الطبيعة في أبهى صورها وأقصى تحدياتها. الرمال الذهبية تتراقص مع الرياح العاتية، مكونة تلالا وكتبانا تتغير مع مرور الزمن. بين هذه الرمال تعيش مخلوقات برية تكيفت ببراعة للبقاء في هذا المناخ القاسي. غزلان الصحراء الرشيقة تجوب الأراضي بحثا عن نباتات نادرة تمدها بالحياة. ثعالب الفلك الصغيرة بآذانها الكبيرة وعيونها اللامعة تنتقل بخفة بين الكثبان، تبحث عن فريسة صغيرة لتسد جوعها. الزواحف بجلودها الخشنة المتلائمة مع حرارة الشمس تنزلق بصمت بين الصخور والرمال. في هذه الصحراء كل مخلوق له دوره، وكل نبضة حياة تعكس التحدي والجمال في آن واحد. إنها لوحة طبيعية مدهشة تجسد قوة البقاء وروعة الحياة في قلب الصحراء الجزائرية. وايلد ألجيريا، حيث للغموض عنوان. غامض ومثير، جميل ونادر، كبير وصغير. البقاء للأقوى في عالم تكاد لا تراها. في أحلك ظلمات هناك بصيص حياة، الفردوس المفقود. في امتداد الصحراء الجزائرية اللامتناهي تتجلى الطبيعة في أبهى صورها وأقصى تحدياتها. الرمال الذهبية تتراقص مع الرياح العاتية، مكونة تلالا وكتبانا تتغير مع مرور الزمن. بين هذه الرمال تعيش مخلوقات برية تكيفت ببراعة للبقاء في هذا المناخ القاسي. غزلان الصحراء الرشيقة تجوب الأراضي بحثاً عن نباتات نادرة تمدها بالحياة. ثعالب الفلك الصغيرة بآذانها الكبيرة وعيونها اللامعة تنتقل بخفة بين الكثبان، تبحث عن فريسة صغيرة لتسد جوعها. الزواحف بجلودها الخشنة المتلائمة مع حرارة الشمس تنزلق بصمت بين الصخور والرمال. في هذه الصحراء كل مخلوق له دوره، وكل نبضة حياة تعكس التحدي والجمال في آن واحد. إنها لوحة طبيعية مدهشة تجسد قوة البقاء وروعة الحياة في قلب الصحراء الجزائرية. وايلد ألجيريا، حيث للغموض عنوان. وايلد ألجيريا، عش في قلب الحدث.